هل المضغة لغاية دلوقتي موجودة؟ موجودة. طيب مين اللي بيشتريها؟ المضغة الستات الكبيرة بتشتريها وبتيجي بتشتريها وبقت بالنسبة لهم كيف وما بالنسبة لهم ايه؟ بالنسبة لهم كيف زي السجاير وكده. تشربها من امتى يا حاج؟ من 20 سنة واكثر كمان. طب تتشرب ازاي؟ ايه تشرب اما تصحن صحن بتتاكل يعني؟ لا مال يطلع عشان السنان تحت الجيب تحت اللحم. طب دي زي السجاير مثلا؟ ايه يعني دي دخان دي كيف؟ دي دخانتها اوعر من السجاير اللي هم القتاجة. الستات الكبيرة بتشرب بتشرب المضغة؟ اه مش المضغة كامل كسبر يا عم اللي قاعدة دكة بتحط مضغة كامل كسبر. طب بيشربوها ليه يعني؟ ثواني ثواني عشان السنان. يعني دي تعتبر كيف زي السجاير بالنسبة لهم؟ انا عشان دروس لو كيف برضه كيف برضه لو ما تقول وجه دي احتفلني قاعد النهار كله ولا حياة الا الجنات ميت. طب هي بكام؟ هي بكام؟ باثنين برضه والدروس كلها بثمانية جنيه. يعني هي سعرها رخيص؟ ايوه سعرها رخيص. طيب الستات اللي بتشرب المضغة الكبار ولا الصغيرين؟ الكبار مش كل واحد الواحد فيه كبير من صغير على حسب الدروس. عمك سيد لما جاي درسه وجعه فده صارت مضغة من زي عشان درسه يقوي. يعني هي بتعتبر برضو علاج؟ علاج. يعني انت بتاخديها كل ما كل فين وفين يا حاج؟ فينك فينك يا بابا نحطها لدروسي. طب هي اصلا بكام؟ بدي الكيس. طب بتتحط ازاي؟ تحت الدرس ولا بتتاكل ايه؟ هي بتتحط تحت الدرس؟ تحت اللسان كده. تحت اللسان. بتتباع في السوبر ماركت ولا فين هي يا حاج؟ حطيتيها ايه؟ لما طلقت من الراجل وزعلت. لما اتطلقتي من جوزك بدأت تحطيها؟ طب ليه حطيتيها من الغلب ولا؟